ربنا هيعوض عليك، ما تقعديش تشيلي وتحطي لجينك سكر ولا ضغط. ما ايه يا اختي اشمعنى ده اللي مش حقيقي؟ ايش في ايدي حاجة؟ امر الى الله. خلاص يا ام النبي بقى، هو كان ايه اللي حصل يعني؟ هو احنا مثلنا ميت؟ ياما الجوازه مش هتقف على القرب. بس يا بنتي بس انت في قرايه كده. قومي قومي جنبي. مش طايقاك، روحي اعملي شاي سواق. حاضر ياما. ماشي. شاي ايه يا اختي؟ هو مات وخراب ديار؟ انا ماشي وان شاء الله ربنا هيعوضني. مش هيروحي بس فلوسك بقى تحطهم على وشي ولا شوفي هدومي. بس يا مره يا خايبه الناس لبعضها. يا صفيه يا ام صباح دي الحاجه زينب برضه الاستاذ. صفيه افتحي. اتفضلي يا خالتي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك سعديه؟ ازيك صحتك؟ ازيك يا اختي؟ خليكي يا اختي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا اختي؟ اهدى. ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ مالك شايله طين على دماغك كده؟ لما توحد ربك يا وليه. محمد رسول الله. عظيم يا اختي، عظيم يا اختي. قولي الحمد لله. حرام عليك اللي انت فيه ده، عامله في نفسك كده ليه؟ معلش غصب عني، والله انا بس زعلانه على روحي. انا زعلانه على البنت اليتيمه دي. ومالها البنت؟ ما باسم الصليب عليها زي القمر اهي، والواد بيجري وراها بالمشوار. يا اختي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، زي الفل اهو. يا عبيطه يا عبيطه، ده قضى اخف من قضى مستخب. احمدي ربك عليه. الحمد لله وشكرا يا اختي. يعني سكر شيء. كيف حالك وشكرا؟ الحمد لله يا اختي. خدي خدي يا صفيه. يوه مش عايزه فلوس من حد. انا مش عايزه فلوس. ما حد يشيلي ويديني فلوسك وتقعدوا معايا. انا مش عايزه مش عايزه انا مش عايزه حد. يا اختي الولايه المجنونه دي، ما تعقلي يا وليه وتسمعيني كويس. جرالك ايه؟ يا حبيبتي احنا مش بنديكي حسنه ولا حاجه. الاستاذ تمام هو اللي قال لي اديكي الفلوس بتاعه الشهر كله. فيها حاجه دي؟ ما تتكلمي يا سعديه. ما انا ريقي ناشف معاها من صباحيه ربنا، هي اللي وليه عبيطه. خدي يا اختي، خدي يا حبيبتي، ده مقدم الشهر كله. خدي. ايش يا خالتي زينب؟ تسلم ايديكي يا حبيبتي، ما تحرمش يا غاليه. انا حاسه هيتجوزوا على يا اختي. يتجوزوا على الارض؟ ده هيموتوا ويتجوزوا. ده هيتجوزوا على روحهم. انت يا ولية عجبتي ونسيتي. طب صدقيني اللي انا مغنيه لهم بالغيظه فيك. ما عرفش ادق الكزبره، ما عرفش ادق الكزبره، وصبحتي حته سكر.